بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في درس جديد من موقع دروس اونلاين دوت كوم. ان شاء الله ده الدرس 13 من كورس اساسيات الفوتوشوب. وزي ما انتم شايفين كده، ديت صوره القطي، وديت الاجهزه بتاعت اللي انا بسجل عليها، وديت الكتب، واكيد ده الكرسي وشباك وشجر، او ان ده فوتوشوب. الحقيقه هو للاسف فوتوشوب. و هنشرح النهارده ان شاء الله اللايرز. يعني ايه اللايرز؟ اللايرز اللي هي الطبقات. ماشي، ما عرفناش حاجه جديده. يعني ايه طبقات؟ الطبقات، الطبقه هي حاجه انت بتحط عليها حاجه عشان ما تخشش في حاجه تانية. لا، يعني ان انت تقعد تشرح يعني ايه طبقه. يعني احاول، بس هو التطبيق العملي هو اللي بيوضح لك يعني ايه طبقة. الطبقة ببساطة هي عاملة شكل لوح ازاز، انت بتحط على اللوح الازاز ده حاجة معينة بيبان فيه، وبعدين تجيب لوح ازاز تاني بتحط حاجة تانية عليه، بتحط الواح الازاز فوق بعض. فاللي يبان من لوح الازاز هو الحاجة اللي انت حطيتها عليه، وباقي والباقي باقي اللوح ده شفاف، فبتشوف اللي وراه. ممكن تحط الواح ورا بعض كتير 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 كتير، وفي الاخر بتشوف تصميم نهائي شكل التصميم ده. يعني الحقيقه ديت اصلا صوره مش حقيقيه، هي مجرد ليرز انت حاططهم فوق بعض. تلاحظ برضو الواقعيه ان الكتب هنا قدام الشاشه ديت، فما انت شايف الشاشه، وكمان الكتاب ده واخد جزء من الشاشه دي فما انت شايفها، اللمبه ديت ورا الشاشه ديت، وهكذا. فترتيب الليرز بيأثر على ترتيب ظهورهم في الصورة. يعني لو جيت للأساس مفيش أصلا أي حاجة من دول، هي مجرد صورة عادية جدا أنا حطيت قدامها ترابيزة، حاجة زي ديت. الترابيزة ديت ظاهرة لأنها فوق الصورة. ترتيب الطبقات هنا بيفرق حبتين. يعني لو شديت الصورة ديت وحطيتها تحت مش هتبان، إنما فوقها هتبان. وبعدين في هنا اباجوره، الاباجوره برضو فوق الترابيزه، لو جبتها تحت الترابيزه مش هتبان، الجزء ده هيتقطع لان الترابيزه مخبيه عليه. فلو شلت الترابيزه هتبان الاباجوره متعلقه في الهواء، ومش ده طبعا اللي احنا عايزينه. فهنرجع الاباجوره تاني، او اللمبه ديت فوق الترابيزه، وهكذا. كل جزء من اجزاء الديزاين ده مترتب ترتيب بحيث ان هو يظهر بشكل واقعي. فالكتب هدين وراها الشاشة، الشاشة موجودة اصلا كلها، بس الكتب حاجبة جزء من الشاشة ديت. نطلع من الرغي الكتير ده، ان الليرز، ترتيب الليرز بيفرق في ظهورهم. تاني حاجة ممكن نتعلمها في الليرز هي الحاجة احنا بنستخدمها اساسا، بس هي ظهور واختفاء اللير. يعني ساعات انت احيانا بتحتاج ان انت تخفي طبقه معينه عشان تقدر تحرك الطبقات الباقيه. فالرمز العين ده هو اللي بتضغط عليه لما تحب تخفي اللير، تحب تجيبها تاني تضغط عليه. طب افرض انت عايز تخلي لير واحده بس هي اللي تظهر والباقي كله يختفي، هل بقى تروح على كل اللايرز وبعدين تدوس جنب كل واحده لغايه لما تخلص؟ افرض انت بتشتغل مثلا على بروجكت فيه 20 لير، هيبقى مرهقه جدا. ف الحل الموضوع ده انت بتضغط الت، دوس الت، وبعدين بتضغط على الطبقه اللي انت عايز تشوفها بس. فلو عملت كده هتلاقي الطبقه بتاعت الشاشه ديت فقط. عايز ترجع الكلام ده تاني، تروح على مكان العين ديت، تضغط الت، تضغط تاني، بيرجع لك كل حاجه. حاجه تانية برضو اسمها الجروبنج لير. جروبنج لير يعني بيلمهم في مجموعه، وفايده ان انت تلم اي ليرز في مجموعه ان انت بتتحكم فيهم بسهوله جدا. يعني مثلا انا مش عاجبني مكان الترابيزه بالحاجات اللي عليها دول في المكان ده، عايز احركهم شمال شويه. فلو جيت اختار واحد حاجه حاجه هتلاقي ان الموضوع ممكن يبوظ كله. الافضل ان انت بتعمل جروبنج لير ازاي؟ انت بتقف هنا مثلا، دين تضغط على المجلد او الملف او الفولدر اللي تحت هنا ده جنب اللير، تضغط تلاقيه جروب 1. دلوقتي انت عملت جروب ما فيهاش اي حاجه، ببساطه بتضيف اللايرز للجروب دي ازاي؟ تسحب
بتحط او بتختارهم كلهم مرة واحدة وبعدين بتحطهم في الليل. ما عليه. دلوقتي هتلاحظ ان في فاصل دلوقتي ما بين الطبقة وما بين المسطرة ديت او العمود ده عن الطبقات الباقية، ان دول في جروب. نسينا نجيب الترابيزة، تمام، هما كلهم كده دلوقتي في جروب واحد. طب انا لو حبيت احرك كل حاجة ببساطة ان انا بضغط على جروب 1 وبعدين بحرك الطبقات زي ما انا عايز. نكتفي بهذا القدر دلوقتي ونكمل اللايرز ان شاء الله في الدرس اللي جاي. زورونا على موقع دروس اونلاين للمزيد من الشروحات، وتابعونا على فيسبوك وتويتر. شكرا.